السنة كانت سنة تجديد بامتياز، دونك تجديد مس التقنيات، مس الديكور، ومس حتى التقديم. أكيد كأي كحتى السنوات السابقة، إلا شفنا ما كانش لو بوفوار ديال لي ميديا سوسيو أو ديال لي ريزو سوسيو بحال دابا. حتى فاطمة في السنة الأولى كان واحد عدم قبول كبير من عند الناس، لأنهم بالنسبة لهم هي مقدمة برامج عائلية اجتماعية وممثلة، ما تخيلوهاش كمقدمة برنامج ديال ديفيرتيسمون. ولكن مع العمل المتواصل معها برفقة ليكيب ديال الكوتشينغ والناس ديال الانتاج ديال البرنامج، قدرات فاطمة افيكتيمون تربع، هي اصلا متربعة في قلوب المغاربة، وزادت تربعات بداك لو رونديفو انويل اللي خلقاته مع الـ مع الـ مع المشاهد المغربي. دونك اكيد ان الناس غيجيهم صعيب التغيير، ولكن كنظن انهم خصهم يخلوا واحد الفرصه، واحد الوقت لصفاء باش تبين على الامكانيات ديالها وعلى التلقائيه ديالها وعلى البساطه ديالها في التقديم ديال البرنامج. ومؤخرا هاد السنه صفاء حبيركو هي من اكثر الناس متابعه واكثر النجمات متابعه عند واحد الجيل الشباب اللي بغينا يكتشف هاد الفورما جديد او هاد اللوك جديد ديال لالا العروسه.